وزعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزراء حكومتها 30 في أنحاء البلاد لحشد الدعم وراء اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي البريكسيت. يأتي هذا في وقت تجاهلت فيه ماي دعوات تأجيل التصويت رغم تنبؤات ترجح تصويت النواب بالرفض، ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على الخطة قبل يوم أو يوم الثلاثاء المقبل. لم يبقى الكثير كي يستوفي النقاش البرلماني حول خطة تيريزا ماي الخمسة أيام التي خصصت له، بينما يهرع وزراء رئيسة الوزراء البريطانية إلى مختلف مناطق البلاد سعيا للإقناع بضرورة الموافقة على اتفاق الخروج، لكن معارضيه والأدهى النواب الوحدويون الإيرلنديون الذين يضمنون الأغلبية الهشة للمحافظين في مجلس العموم ما زالوا له بالمرصاد. ولو جرى التصويت في هذه الظروف لخسرته ماي بفارق 90 صوتا. لا أعتقد أن ذلك ممكن، أظن أنها ستخسر التصويت. لا أتصور أنه في هذا الوقت المتأخر سيكون بإمكان تيريزا ماي أن تجد تسوية مع النواب. أعتقد أن على هؤلاء اتخاذ القرار. شخصيا أفضل تنظيم استفتاء ثاني، لأن الناس عندما صوتوا لم يصوتوا على ما عرض عليهم، ومهم أن تعود الكلمة الأخيرة لهم. المعارضون لم يستسيغوا الصيغة التي توصلت إليها تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتفادي حدود صلبة بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وأيضا تفاصيل أخرى كشف عنها تقرير المشورة القانونية الذي أعده المدعي العام، خاصة فيما يخص الشروط التي تضبط بقاء بريطانيا المؤقت داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي. أعتقد أن تيريزا ماي تعيش وضعا صعبا لتمرير خطتها. أعتقد أنه لكي تمرر أي تصويت فإن عليها أن تجد حلا مرضيا لمشكل الحدود الأيرلندية. وتعالت أصوات في هذه الأثناء داعية إلى تأجيل عملية التصويت المنتظرة الثلاثاء القادم، ولكن الحكومة سارعت إلى استبعاد ذلك، فيما يجري الحديث عن حملة داخل صفوف النواب المحافظين لإقناعهم بضرورة مساندة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حتى وإن كانوا غير مقتنعين بخطتها للخروج، فقط لكي لا تؤول الأمور إلى الانهيار ولسد الطريق أمام عودة العماليين إلى سدة الحكم. لا أعتقد أن علينا أن نؤجل التصويت، لأن البريطانيين يريدون الانتهاء من هذا الأمر في أسرع وقت، وأن أي تأجيل سيعد استفزازا. أعتقد أن التصويت يجب أن يجري وأن يرفض النواب خطة مي. لا بد أن نعود إلى أوروبا، أن نسعى إلى اتفاق أفضل، وأن نعود إلى منظمة التجارة العالمية. هذا هو شعوري. وزراء حكومة تيريزا ماي متشبثون بالأمل ويعتقدون أنه ما زال هناك من الوقت ما يكفي لكسب ود النواب حول خطة الخروج، إلا أن عددا من المراقبين يعتقدون أن البحث عن حلول وتعديلات للخطة يتطلب وقتا أطول، وأن الحكمة تكمن في تأجيل عملية التصويت الثلاثاء القادم. كمال العلواني، التلفزيون العربي، لندن. ولمزيد انضم الينا في الاستوديو علي المعماري الخبير الامني، مرحبا بك. قبل التطرق الى الجوانب الامنيه للبريكزيت، تيريزا ماي ترسل بوزرائها الى كافه المناطق البريطانيه لحشد الدعم لبرنامجها او لمقترحها للبريكزيت، هل ستكسب ماي الرهان برايك؟ بالتأكيد قبل يومين من التصويت. نعم، بالتاكيد تيريزا ماي حاولت هي بنفسها وارسلت وزراء من اجل حشد الاصوات للخروج من بريكست، ولكن أنا أعتقد التصويت القادم ليس سهلا ولم تكن بصالحها مثل ما هي تريد، لأنه أصلا في حزب المحافظين هناك لم يتفقوا معها على حلقات بريكست الأخيرة اللي يعتبروها جدا ضعيفة، وهذا يؤدي إلى انهيار آخر في الاقتصاد البريطاني. قد يكون العملة البريطانية تهبط 25% أمام الدولار الأمريكي، والعقارات هي الأكبر الاستثمارات في هذا البلد قد تنخفض من 25% إلى 30%، وخاصة هذا في حال نو ديل، يعني في حال عدم التوصل إلى اتفاق. نعم، عدم التوصل إلى اتفاق، نعم. ولكن أنا اللي أشوفه لم يكن هناك التأييد الوافر والكافي بأنه تستطيع أن تخرج بمثل ما هي
قررت أو لم تقرر، ولكن هي اللي اتفقت مع الاتحاد الأوروبي لأن التأييد جدا ضعيف. ولا ننسى يعني هناك دولتين يعني خواتها من الدولتين الاسكتلندا وإيرلندا الشمالية. إيرلندا الشمالية هي اللي تأيد حزب المحافظين، لم تكن متفقة، وكذلك وحتى عملية التصويت في الاستفتاء إيرلندا وإسكتلندا كان ضد الخروج. ضد نعم، ويحتاج هذا إلى وقت أكثر من هذا من أجل حلحلة الكثير من طيب الأمور. نأتي الآن إلى الجانب الأمني. يعني تقارير كثيرة تحدثت عن مخاطر أمنية قد تتعرض لها بريطانيا، ما طبيعة هذه المخاطر الأمنية؟ بالنسبة هنا نعم، المخاطر الأمنية أنا لا أعتقد بريطانيا راح تواجه مخاطر أمنية. أولا هي خواتها الموجودة في كجارة إلها لسكوتلند والإيرلندا الشمالية، اليوم هناك تنسيق أمني موحد، سياسة أمنية موحد. هل سياسة ما لها علاقة بالأمن ما بين الدول الثلاث في اليونايتد كينغدوم، يعني المملكة المتحدة، ما معناته أمنيا ما راح يصير شيء. ولا أعتقد هناك ثقافة الانتقام ما بين الدول في المملكة المتحدة، وإن لم يكونوا راضين ولكن ما عندهم ثقافة الانتقام، حتى ما عندهم ثقافة تجنيد الآخرين من أجل عمليات فرضيا تخريبية داخل بريطانيا. لا، القضايا الأمنية ستكون مستتبة، ولا سيما هو كان يعني القرار هو السماع إلى إرادة الشعب. ولكن المخاطر الأمنية قد لا تكون بالضرورة مخاطر داخلية، يمكن فقط أيضا دول أوروبية أن ترفع من إجراءاتها الأمنية المشددة فيما يتعلق بالمهاجرين مثلا. الإجراءات الأمنية المشددة لم تكن اليوم، لم تكن وليدة اليوم هي، ولم تكن وليدة البريكس. من قبل بريكس هي الإجراءات الأمنية كانت مشددة على قضية نعم، ولكن المقصود الآن بعد البريكزيت، ألا تخشى بريطانيا أن تقوم الدول الأوروبية بتخفيف هذه الإجراءات حتى يسمحوا ربما للمهاجرين بالوصول إلى بريطانيا مثلا؟ بريطانيا أولا حتى نحكي عليها كموقع جغرافية، هي صايرة داخل بحر، وهذا البحر لكن هذا لم يمنع المهاجرين من الوصول، لا يمنع ولكن يعرقل. نعم، وهذا العرقلة ليس سهل. هل دخول المهاجرين إلى فرنسا، إلى هولندا، إلى بلجيكا، حتى إلى الإسكندنافية، هل هي نفس دخولها إلى بريطانيا؟ كلا، كموقع جغرافي بريطانيا محصنة مائيا، وهذا الماء يعرقل. ولكن نعم، نعم قد يكون سماع بريطانيا يعني أو الاستماع إلى بريطانيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي لم يكن مثل سابقة، صحيح لأنه انعزلت وخرجت، وهذه طبعا ولكن أمنيا مستدبة. وإحنا يعني عندنا تجربة 2011 اللي صار في إيست لندن، واللي صار وإحنا كلنا شفنا مناطق بالكامل انهارت، ولكن المنظومة الأمنية استطاعت أن تستجب الأمن، لأن المنظومة الأمنية البريطانية في إعادة تنظيم دوري، ولها استخباراتها القوية اللي تقدر وتتمكن أن من ترتب الأمور حتى مع الاتحاد الأوروبي. شكرا لك علي المعماري الخبير. أهلا وسهلا.